كده انا لما حد قلت ده محدش كده ما بقدر اسيب حد ورشة في دوري سلطة الإسرائيل بكون ديابولو في 10 ورشة تقديم 10 ورشة ما جربوا ميتاس بس يريد انك كده يلا نعمله يعني التدريب بتاعي 30 او 25 في 30 ما بيتم قلت ما هذا سكر اصلا ليه بيعملوا كيف اي ما طبعا حاسه كان سكر ودي له بنو بيسيبوا وهي زول بقى حكومه ما بيعرف كده الا ما نشوف محل ثاني اللي بيجيبوا ورا زول ولا انا قلت لي تربا بتاع ورشه كله عارف ايه بقى لازم بقى ما سلموا لهم بس بيجي يا وجه ما عشان يا يا ملوكو محل بتاع واقف ما بقى العربات بيجي بقى من فوق الباكينج ما في وشارع هاي واي دي دكتا ميستا وين عالش كيف انا تابر ودم بخاري ليس ورسات هنا في كوري انا يا مسيط وانا كان من مسيط انا كان مجينا بفضل كمنطقة السماعية وفي هاوزي لحد ما وصلنا للصوت طويل انا كان ندير النار هالمنطقة السماعية يا وفي الكبير مواسط لحد ما عملنا اجراءات الله يجينا بنا ونجي كان تجريب اجراءات يعمل فرقة أي حاجة أسفل فوق الثالة يلا بدك يزولي جد خوش يروش ترشيك يروش طبعا نورك يا غير محل كانوا تزادوا تجر فتاك فوق عربية تبقى جرانه يتبقى مالي ورشة ما حاجة يزولي ورشة يسو دار معك كبير انت عنده دي لانا 10 أبو 5 ما بيكي مورشة أسا دي كام في كام إيش رو ما بيكي
ma bi bibu qadar ne shado ko shayatu ay أي وقت من الساعة الثالثة وحتى الساعة
ce que tu as fait ça. كان ذلك برنامج مع المجتمع في ختام فقرات الفترة المسائية من مساء السبت، وعلى أمل اللقيا بكم صباح الأحد. لكم ولمنتاجهم عليهم الذهاب لموقعهم الإلكتروني www.radiotamazon.org أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وساوند كلاود. وحتى ذلك الموعد نقول لكم مع السلامة.